والله هالجو زلعين بالليل يعني اسم الله اسم الله الشتاء كل الليل ما وقف. ايه بس ويك اند يبدو جاي عاصف؟ مش عاصف على العكس تماما، شمس. وامبارح كنت عم شوف بنشط الاحوال الجويه انه حراره اعلى من معدلاتها. خلينا نشوف مش رح لحق قريب الحمد لله. نعم استاذ محمد كنج رئيس قسم التقديرات السطحيه بمصلحه الارصاد الجويه، صباح الخير. بونجور. هلا اليوم بتنحسر هذه الموجة إلى متى؟ صحيح. هلا اليوم حتنحسر، ممكن نشهد بعض التقلبات الجوية نهاية الأسبوع، ممكن نهار الأحد، بس كتير كتير حتكون ضعيفة، ممكن تحيد علينا صراحة كمان. نعم. يعني ما يصير شيء. الواضح هالسنة أنه الشتاء يمكن يجي بعد رأس السنة أو من الميلاد وصلوه. بعدنا مأخرين بكميات الأمطار، كميات الأمطار تقريبا ما عم توصل للثلث ببيروت، بالبقاع كمان الثلث ما عم أنجأ، وبالشمال يعني بطرابلس امبارح قرب تقريبا 45% من المعدل، صرنا صارت الشتية 100 ملي لمعدل تحريق تقريبا بال 210 215. يعني إن شاء الله نجيب ثلج صراحة، حتى مستويات الثلج عم تكون على مرتفعة بعدها على مستويات مرتفعة، ونحن بنعرف الثلج هو الخزان الطبيعي للمي فصل الربيع والصيف يعني خاصة بلد مثل لبنان. نعم. بالصور اللي عم نشوفها هلا عم نشوف بعد في عنا احتمال أمطار، هلا في صوب جبال صراحة في أمطار، في عنا أمطار بعد واردة بالفترة الصباحية تقريبا من منطقة جبال لمنطقة صيدا، بين صيدا والنبطية كمان في عنا خلايا بعد عم بترشرش شوية مي. طقس اليوم فينا نحكي عنه غائم جزئيا دون تعديل سكر درجات الحرارة، أمطار متفرقة بالفترة الصباحية بالجنوب وبالداخل، كمان بدنا نحذر السائقين منطقة الطرقات الجبلية طريق ظهر البيدر، كمان ممكن يكون في عنا شوية ضباب مع شوية أمطار خفيفة. الطقس حيتحسن تدريجيا خلال النهار وبيتحول لقليل الغيوم اعتبارا من بعد الظهر. بكره قليل الغيوم بالاجمال، ارتفاع درجات الحراره، انخفاض بنسبه الرطوبه، رياح ناشطه احيانا، يعني ممكن بعض الطبقات الخفيفه من الغبار، في عندنا كتل نسبيا دافيه بتجينا من ميله الجنوب ميله مصر. السبت حيكون كمان قليل الغيوم وارتفاع اضافي درجات الحراره، كمان ممكن بعض الغبار بالاجواء خاصه الجنوبيه. درجات الحرارة إذا عم نشوف الخميس هي اليوم بارد كتير، هلأ الحرارة ببيروت 15، امبارح بهالوقت كانت 18، في بحدود 3 درجات عن امبارح نزول، وعم نلاحظ من الجمعة ببلش تتعافى درجات الحرارة. يعني اليوم الهواء كمان بين 25 وال 50 كيلومتر بالساعة، امبارح وصل لحدود 85 ببيروت، الرطوبة اليوم بين 60 و 90%، حال البحر بعده هائج، حرارة سطح المي 23 درجة، وساعة شروق الشمس 6:29 دقيقة، الغروب الساعة 4:29 دقيقة. كمان إذا بدنا نفرج على صورة امبارح صارت بروسيا، الفرق حراري إذا بنعرضها للصورة بنشوف فرق حراري ضمن بلد واحد بحدود ال 85 درجة. صحيح. يعني هيدا كمان شغلة استثنائية ضمن بلد، إذا بنشوف الشمال شرق روسيا الحرارة ناقص 61 درجة، في حين جنوب الغربي لروسيا المنطقة القريبة لتركيا تقريبا 24 درجة. يعني هيدا ضمن البلد في سافر بالثلاجة 85 درجة من الشمال للجنوب. هيدي كمان ظاهرة حبينا نفرج عليها. طيب عادي يا استاذ محمد، عادي نحن ضمن البلد الواحد، في ناس بيسحبوا 200 دولار، في ناس بتسحب 500 مليون دولار، كمان عادي. في على 1005 في على 100%، في ناس بعدها على 1005 فيك. استاذ محمد قبل ما تغادرنا قاعده مع حفيدتها عم بتخبرها، قالت لها ليكي يا تيتا كنا نروح على الدكان معنا 3 ليرات نجيب سكر وخبز وقهوه وجبنه ولبنه وشاي وحليب ودواء غسيل ودواء جلي ومعلبات وشامبو تفاح وموز ودخان وعسل وسمنه وحلاوه ورز وليمون ونرجع على البيت مليانين اغراض. قلت لها طيب واليوم يا تيتا؟ قالت لها اليوم كل شيء تغير، صار في كاميرات بالمحلات. بس بدي اضيف شغل بالنسبه للويك اند. نعم. السبت واحد مبين الطقس فيهم كثير منيح، يعني ما مبين فيها الامطار، الامطار تاجلت لبعد ظهر الاثنين هيدي وحيكون في ارتفاع ملحوظ نهار الاحد، يعني هيدي من كمان اذا الناس عم تخطط للويك اند، الويك اند كثير حلو. نعم. سبت احد كثير حلوين،
خاصه نهار الاحد يعني بين السبت والاحد في ارتفاع ملحوظ بدرجات الحراره. هيدا بنضوي عليه، والسنان الحراره حتكون مرتفعه كمان مثل الاحد، لو نزلت شوي من الثلاثه في شويه تقلبات جويه او السنان المساء. نعم. هيدا حبينا نضيفه لان مدام ريتا عطتنا هنت من الاول انه شو وضع كان مبين انه الاحد لا السنان من بعد الظهر. شكرا لك محمد كانج لكل العاملين بمصلحه الارصاد الجويه في مطار بيروت.